ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كده كويسين وبخير. دلوقتي ان شاء الله هنكمل مع بعض الاسئله بتاعه درس الريليتد انجلز. لو حضراتكم فاكرين احنا كنا اخدنا لحد question 41. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض بقى من اول question 42. تعالى كده نبتدي نبص ونشوف الدنيا عامله ازاي. طيب بيقول لي if x, 1 over 2 is the intersection point of the terminal side of the terminal side of a directed angle في الستاندرد بوزيشن مع اليونت سيركل والثيتا. خلي بالك ما بين ال 90 وما بين الكام يا ولاد؟ وما بين ال 180. تقول لي ماشي، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بيقول لي عايز يعرف ساين 90 ماينس ثيتا تايمز تاني ثيتا. خلي بالك هو عايز ده تايمز ده. طيب التاني ثيتا هجيبها، هتصرف دلوقتي هجيبها تايمز ايه ساين 90 ماينس ثيتا؟ 90 انا عارف انها باد، هتحول للساين لكوساين، و90 ماينس يعني في الفيرست، يعني من الاخر الراجل عايزك تمسك الكوساين تضربها في التين. بص يا ابني بقى قدامك حلين، حل طويل شويه وحل سهل قوي. حلو قوي. طب قول لنا كده ايه الحل الطويل يا مستر الاول؟ الحل الطويل ان عند حضرتك الاكس كوما هاف 1 اوفر 2. حضرتك تقدر تجيب الاكس ولا لا؟ طبعا اقدر اجيبها. تقول لي هتجيبها ازاي يا مستر؟ هتعمل ايه يعني يا ناصر؟ هعمل روت 1 ماينس الرقم ده سكوير بس كده، واحسب الحسبه دي هتطلع روت 3 على 2. بس استنى، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تقول لي انا اعرف منين يا مستر؟ لا لازم تعرف، ما هو قال لك انه في السكند كواد. في السكند كواد خلي بالك انا بمشي نيجاتيف واطلع بوزيتيف، يعني الرقم ده هحطه نيجاتيف. يبقى انا الاوردر دي بير بتاعي انا عرفته انه بنيجاتيف روت 3 على 2 و1 اوفر 2. ادي يا باشا كده ده الاوردر بير بتاعي. واحد يقول لي خلاص همسك الكوساين اللي هو الرقم ده واضربه في ايه؟ واضربه في ايه؟ اضربه في ده بس كده. إيه سوري، واضربه في ايه اللي هو الكوساين اللي هو نيجاتيف روت 3 على 2، واضربه في التان. هو التان عباره عن ايه؟ ده على ده، ساين على كوساين. طبعا ال2 هتشيل ال2، هيتبقى لك 1 على نيجاتيف روت 3 صح؟ الروت نيجاتيف روت 3 هتشيل النيجاتيف روت 3 تطلع هاف. ده حل، بس ده حل طويل شويه. امال ايه يا مستر الحل اللي انت قلت اسرع شويه؟ اسرع كتير. الحل الاسرع كتير، انا همسح الكلام ده اهو، ان عيل ناصح يجي يقول لي ايه؟ يقول لي ادي الكوساين اهي، هي التان عباره عن ايه؟ تايمز، سوري دي ما بينهم تايمز. تايمز التان عباره عن ايه؟ واحد يقول لي ساين على كوساين، صح ولا لا؟ اه صح، الكوساين هتشيل الكوساين. ايه ده؟ يعني كانه عايز ايه؟ كانه بيقول لك احسب لي ساين بس كده؟ اه والله بس كده. طب ما هو الساين اهو بهاف بس. شوف شفت الموضوع طلع اهبل ازاي؟ يعني طبعا مش هتخطر في دماغ طلبه كتير فكره زي كده، ولكن ايه اديني قلتها لك تبقى فاهم الفكرة. طيب رقم 43 بيقول لي if theta is the measure of an angle at standard position بتقطع فهكذا، والاكس رقم بوزيتيف، عايز يعرف الثيتا بكام. طيب احنا اتفقنا لما بيجي لي حاجة زي كده لازم ارجع للرول الاصلي اللي بيقول ده سكوير زائد ده سكوير لازم يديني 1، يعني لازم الاكس سكويرد زائد النيجاتيف اكس هي كمان سكويرد، الكلام ده لازم يطلع ب 1. البارت 2 ده هيشيل النيجاتيف، يبقى اكس سكويرد واكس سكويرد يبقوا 2 اكس سكويرد بيساوي 1، يعني الاكس سكويرد بهاف، يعني الاكس بوزيتيف اور نيجاتيف روت الهاف، وروت الهاف اللي هي يعني 1 على روت 2 او روت 2 على 2، الاثنين نفس الرقم. انا هعملها روت هاف اهو. طب السؤال هنا احطها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو قال لك، قال لك الاكس رقم بوزيتيف، خلاص يبقى انا هحط في اول واحده الفاليو بتاعي بالبوزيتيف اللي هو روت الهاف، وفي الثانيه نيجاتيف روت الهاف، نيجاتيف روت الهاف، هو اللي قايل لي كده. طيب وبعدين؟ الراجل عايز ايه؟ عايز الثيتا. طب مبدئيا كده هو انا في انهي كواد عشان ما اتلخبطش؟ بس ثواني كده، انا في الكوارتر الرابع صح ولا لا؟ عرفت منين يا مستر؟ بوزيتيف ونيجاتيف، الكوساين بوزيتيف والساين نيجاتيف، ده انا في الفورث كوادرنت. تقول لي خلاص هعمل ايه يا مستر؟ همسك ده كده اعمل له شيفت كوساين، تطلع الزاويه معايا 45. هل دي الزاويه بتاعتي؟ لا طبعا، لا طبعا، لو كانت الزاويه 45 كان مستحيل ده يبقى نيجاتيف. تقول لي امال انا عرفت ان انا في الرابع، يبقى هعمل ايه؟ 360 ماينس ال 45، 360 ماينس ال 45 تطلع 315. ماشي يا حبايبي، اتمنى تكون واضحه لكم. استاذنكم امسح ده كده ونخش على اللي بعده. نمبر 44 بيقول لي if the terminal side of an angle whose measure is theta in its standard position intersects the unit circle في البوينت اللي قدامي دي، عايز يعرف كوسك البتاع دي هو ايه؟ معلش ثواني كده، هو ايه ده؟ ايه 3 باي على 2؟ دي 270. اه 270 ماينس تيتا، هو عايز ده. طب هي 270 مبدئيا باد، هتحول لي الكوسك لسك. طب ثواني، 270 ماينس ده انا في الثيرد، فتبقى دي نيجاتيف، يعني الراجل طالب ده، طالب نيجاتيف 6 ثيتا. طيب
نمسكها واحدة واحدة. هو السك ده مقلوب الايه؟ مقلوب الكوساين. يعني الراجل عايز يمسك الكوساين اللي هو اول واحد ده يشقلبه ويحط له نيجاتيف. طب ما انا لو شقلبته بقى 5 على نيجاتيف 3، ولو حطيت له نيجاتيف النيجاتيف هيتشال، فهيبقى كام؟ هيبقى 5 على 3. ماشي يا شباب، اظن الموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. نيجي للسؤال اللي بعده، تعالى كده نشوف بيقول ايه. كويستشن كام ده؟ كويستشن نمبر 45، يلا بينا. بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لي if the terminal side of a directed angle 90 minus theta. ماشي، وبعدين in standard position intersect the unit circle في البوينت دي. عايز يعرف ساين الثيتا بكام؟ ركز معايا، بوس ايدك، ده بيتشائع لحضرتك. بص كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الزاويه اسمها 90 minus theta، والراجل عايز ايه؟ عايز ساين الثيتا. تقول لي يعني ايه بيتشائع؟ يعني مثلا تخيل معايا كده ان الراجل بيقول لك التيرمينال سايد بتاع الزاويه 60 بيقطع اليونت سيركل في دي، ماشي، او خلي دي 90 ماينس 60. 90 ماينس 60، تقول لي يعني 90 ماينس يعني 30. بس هو جاي طالب ايه؟ طالب ساين ال 60 نفسها. تقول لي طب وهي دي هتفرق؟ طبعا تفرق كتير. يعني كأن الزاويه 90 هي الزاويه ثيتا، سوري، اللي هو مديهاني دي حاجه ال 90 ماينس ثيتا مش حاجه الثيتا، وهو طالب الثيتا. تقول لي طب وانا اعرفها ازاي؟ طب ما سهله. هو انا مثلا لو ايه علاقه ال 30 وال 60 ببعض؟ علاقه ال 30 وال 60 ببعض ان ساين دي هو كوساين دي. تقول لي ليه؟ طالما في الفيرست كواد وهي 90 ماينس، تقول لي ساين دي هو كوساين دي. بالظبط كده. تقول لي يعني هيحصل ايه؟ يعني الثيتا اللي انا عايزها بدل 90 ماينس ثيتا، لو دي 90 ماينس ثيتا، الثيتا نفسها يبقى شكلها عامل ازاي؟ هيتشقلبوا، هتبقى دي 3 على 5 ودي النيجاتيف 4 على 5. تمام، فهمتك يا مستر، يعني الاتنين اتشقلبوا مع بعض. بالظبط كده. تقول لي طيب وبعدين هو عايز ايه؟ عايز ساين الثيتا، عايز تاني واحد، خلاص يبقى نيجاتيف 4 على 5. ادي الحدوته كلها وادي القصه كلها. فهمت القصه؟ يعني اتمنى كده انك تكون وضحت لك الفكره. اللي بعده بيقول لي ساين الالفا ايكوال كوساين البيتا. احنا اتفقنا لما يقول لي ساين ايكوال كوساين قلنا ايه؟ اوتوماتيك كده مجموع الاثنين ب 90، يعني الالفا زائد البيتا الاثنين دول على بعض ب 90 ديجريز. 100 100. هو عايز ايه؟ عايز كوسك مجموعهم، كوسك ال 90. كانه بيسالك، بيقول لك كوسك ال 90 بكام يا باشا؟ تقول لي سهله، الكوسك دي قول لي انا هعملها على الكالكوليتر. الكوسك دي مقلوب الايه يا ولاد؟ تقول لي الكوسك دي مقلوب الساين، يبقى انا هعمل 1 على ساين 90. بس كده، بس كده. بالمناسبه لو اداني ايرور يبقى 1 على 0. فهمت قصده ايه؟ يعني عايزك تبقى فاهم، يعني لان ساعات يديك ايرور اندفايند، دي هتطلع لك امتى؟ لما يديك ايرور. حلو، طيب دي طلعت 1، خلاص الاجابه معايا كام؟ الاجابه 1. اللي بعده بيقول لي ساين ايكوال كوساين، خلاص فهمنا ان مجموعهم بكام يا حبايبي؟ ب 90. طب هو عايز كوتان ال 90، خلاص هعمل 1 على تان 90. طب تعالى نشوف كده 1 على تان ال 90، نحسب كده 1 على، ممكن نرجع كده لدي ونعمل هنا كده، نمسح دي ونحط تان ال 90 وندوس ايكوال اهو. اداني ايرور. ايه ده ايرور؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني undefined، يعني 1 على 0. لو عايز تتاكد اعمل tan 90 لوحدها يطلع لك 0، فلما تعمل 1 على 0 تشقلبها undefined على طول. ماشي يا حبايبي. ثواني كده، هو انا كتبت صح ولا كتبت غلط؟ انا كتبت صح ولا كتبت 1 على tan 90؟ ومود الكالكوليتور مقلوب ديجري وكل حاجه زي الفل، والراجل عايز كوتان. طب ثواني كده نتأكد، هو تان ال 90 بكام؟ تان ال 90 بماث ايرور، ثواني كده، تان ال 90 بماث ايرور، يبقى 1 على تان ال 90، 1 على تان ال 90 المفروض يطلع 0. لا انا اللي غلطت. دي الكالكوليتر مش هتظبطها كده. ركز بقى معايا كده، ركز معايا عشان انا اللي اتلخبطت هنا، معلش. بص يا حبيبي، تان ال 90 بكام؟ تان ال 90 بكام؟ ب undefined. تقول لي ليه يا مستر؟ وتعالى نفهم مع بعض. فاكر اليونت سيركل؟ انا كنت عرفتك ازاي الحاجات دي جت من هنا. احنا قلنا النقطه دي 1 و0، طب النقطه دي 0 واطلع 1، انا مش هممني غير دي 90 اهي. التان ده على ده، صح؟ التان ده على ده، 1 على 0. طب الكوتان
0 على 1 تبقى بزيرو، يبقى الكوتان ال90 هي اللي بزيرو، ماشي؟ فمعلش الكالكوليتور شفت هتلبسك في حيطه كده، انا خدت بالي الحمد لله، الحمد لله انا خدت بالي. طيب هنا بيقول لي ساين ثيتا ايكوال كوساين 2 ثيتا، خلاص يبقى مجموع الاثنين دول ثيتا زائد 2 ثيتا، ايه الكلام ده؟ ب90. طب يعني 3 ثيتا ب90، يعني الثيتا ب90 على 3، يعني ب30 ديجريز. عرفنا ان الثيتا ب30. طب طلباته عايز ايه؟ عايز ساين 3 تايمز 30 يعني ساين 90. الراجل عايز ساين ال 90، ساين ال 90 ب1. ماشي يا اساتذه اللي بعده، اتمنى تكون واضحه. واحد يقول لي انت ليه ما بتعملش بوزيتيف اور نيجاتيف الفا وبيتا والحاجات دي؟ لان هو بيقول لك ان هي بوزيتيف واكيوت انجل وكلام جميل كده وفي الفيرست وكده، لو عايز زوايا تانية هعمل حته البلس والماينس وال 360 ان والكلام ده، ماشي؟ هتيجي ما تقلقش، يعني ما تستعجلش رزقك. يعني ساين 2 ثيتا ايكوال كوساين 4 ثيتا، خلاص فهمنا ان ال 2 ثيتا زائد ال 4 ثيتا الكلام ده بكام؟ ب90، يعني 6 ثيتا الكلام ده ب90. نعمل 90 ديفايدد 6 يطلع الثيتا معايا ب15 ديجريز، دي الثيتا. هل هو طالب الثيتا؟ لا، هو طالب ايه بقى؟ طالب تان 90، سوري، طالب تان كام بقى؟ تان 90 ماينس 3 تايمز 15 يعني ماينس 45. طب 90 ماينس 45 اللي هي تان 45، الراجل طالب تان ال 45، وتان ال 45 بكام؟ ب1 على طول. ماشي يا حبايبي، اللي بعده اللي بعده بيقول لك تان ايكوال كوتان، خلاص ثيتا بلس 2 ثيتا الكلام ده ب90، يعني 3 ثيتا ب90، يعني الثيتا ب30. طلبات حضرته عايز ايه؟ عايز ساين 30 تمام اللي هي بهاف، بلس كوساين 2 تايمز 30 اللي هي كوساين ال 60، وكوساين ال 60 هو كمان بهاف، هاف بلس هاف تطلع كام؟ تطلع 1. استاذنك نمسح ده كده عشان نخلي مكان عندنا ونيجي لرقم 51. ساين حاجه ايكوال كوساين حاجه، اول ما يقول لك ساين حاجه ايكوال كوساين حاجه مجموعهم 90 على طول، على طول يا باشا. ماشي، يبقى ثيتا بلس 13 بلس، دي اول زاويه، بلس ثاني زاويه ثيتا بلس 17 الكلام ده ب90 ديجريز. طب جمع معايا ثيتا وثيتا 2 ثيتا زائد 13 و17 ب30 الكلام ده ب90، ودي ال 30 هناك يعني 2 ثيتا از ايكوال 90 ماينس 30 ب60، يعني الثيتا طلعت 30 ديجريز. تمام، بص كده على الانترفال سريعا، تنفع. هو قال لك بوزيتيف خلاص هي 30. طب هو عايز ايه؟ عايز تاني 30. اكتب كده على الاله الحاسبه بتاعتك تاني 30، مفاجاه هتطلع لك روت 3 على 3، تقعد تصيح بقى وتقول لي ما هي مش موجوده. لا لا لا، هي دي، هي دي، اتاكد كده. وانا على روت 3 اكتب كده، وانا على روت 3 على الكالكوليتر هتطلع روت 3 على 3، هي هي نفس الحاجه. ماشي، اللي بعده بيقول لي 20 بلس ثيتا، سوري انا ليه كاتب 2 ثيتا؟ اتعودنا بقى خلاص. ساين ايكوال كوساين، خلاص يبقى 20 بلس ثيتا اوفر 2 بلس 40 بلس ثيتا اوفر 2، ايه الكلام ده؟ ب90 يا باشا. تقول لي يلا دول السيم دينومينيتور، ثبت اللي تحت، هثبت التول اللي تحت دي وبعدين اجمع اللي فوق 20 و 40 ب 60 بلس ثيتا وثيتا 2 ثيتا الكلام ده ب90. التو دي تروح تعمل ملتي بلاي هنا، يعني 60 بلس 2 ثيتا ايكوال 180، ودي دي هناك يعني 2 ثيتا ب 120، يعني الثيتا ب 60 ديجريز. ويا باشا شكرا، شكرا يا باشا، ادي الاجابه، ادي الاجابه. اللي بعده بيقول لي ايه بقى؟ حته الجنرال سولوشن، افتكر بقى معايا حته الجنرال سولوشن. لما يقول لك تان ايكوال كوتان قلنا بنقول ايه؟ بناخد الانجل الاولى بلس، بس مفيش بلس اور ماينس، الانجل الثانيه الكلام ده ايكوال 90 ايكوال كام؟ 90 بلس ها 360 ان ولا 180 ان؟ 180 ان فقط. تمام، ثيتا وثيتا 3 ثيتا equal 90 plus 180 ان. ارجع للفيديو اللي هو بارت 2 لو انت ما شفتش الكلام ده، اعمل ديفايد 3، يبقى الثيتا عباره عن 30 و180 هي كمان ديفايد 3 تبقى 60 ان. تقول لي يا مستر مش موجوده في الاختيارات، الاختيارات كلها بالباي، حولهم لي بقى كلهم باي. ازاي؟ امسك ال 30 دي حولها لوحدها، اعملها تايمز باي على 180 هتطلع باي على 6 بلس،
امسك ال 60 دي حولها هي كمان بالباي، اعمل ايه؟ اعمل تايمز باي على 180، هتطلع باي على 3، وادي الان واقفه اسد، اسد اهي. فين ده يا مستر في الاختيارات؟ الاختيار رقم بي. اللي بعده رقم 54 بيقول لي الجنرال سولوشن ومديني تان وكوتان، خلاص مجموعهم ب 90، 2 ثيتا زائد 4 ثيتا، الكلام ده ايكوالز 90 بلس 180 ان، يعني 6 ثيتا ايكوال 90 بلس 180 ان. اعمل divided 6 يعني theta equals 15 plus 180 divided 6 ب 30 ان. حولهم لي، حولهم لي، تقول لي حولهم، لا مش محتاج احول، ده هم بالديجري اهم، خلاص يا مستر يبقى 100، يبقى 15 plus 30 ان، خلاص الموضوع محلول. دي رقم كام؟ رقم 54. نيجي للي بعده، استاذنك امسح ده بس كده عشان يبقى عندي مكان، ويلا بينا نخش على مساله رقم 55. 55 بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك كوسيك ايكوال سيك. قلنا اول ما يقول لي ساين ايكوال كوساين او سيك ايكوال كوسيك، لا قلنا بقى الموضوع بيختلف. بنعمل ايه يا باشا؟ بتاخد الانجل الاولى بلس اور ماينس، بص الثيتا بلس اور ماينس، الحالتين ينفعوا، 30 بلس ثيتا الزاويه الثانيه، الكلام ده ايكوال 90 بس بلس ايه بقى؟ 360 ان. مبدئيا واقسم شغل اتنين، مره بالبلس ومره بالماينس. اللي بالماينس دي ملهاش لازمه، عارف ليه؟ ثيتا ماينس ثيتا مفيش ثيتا، امال انا بحسب ايه اصلا؟ هبل. فطبعا المساله كلها بلس، خلاص ثيتا وثيتا 2 ثيتا بلس 30، مش هقسم حاجه بقى، بلس 30 انا هاخد حاله البلس بس، ايكوال 90 بلس 360 ان. ايكويشن عاديه، ايه اللي يروح هناك؟ ال 30. خلي بالك تروح بالماينس، 90 ماينس 30 تبقى 60 وستيل بلس 360 ان. نعمل ديفايدد 2، يبقى ثيتا عباره عن ايه؟ 30، 60 ديفايدد 2 ب 30، و 360 ديفايدد 2 ب 180 ان. ادي يا باشا، ادي حلك يا باشا، ادي حلك يا باشا، اللي هو فين في الاختيارات؟ رقم دي. دي رقم كام؟ رقم 55. نيجي لرقم 56، بيقول لي اي بي سي دي از ا سايكليك كواد. طيب ماله السايكليك كواد ده يا مستر؟ هو السايكليك كواد ده كان من مميزاته ايه؟ ان كل زاويتين قدام بعض مجموعهم 180. فاكر السايكليك كواد؟ تقول لي اه فاكر يا مستر، يعني لو واحده 60 اللي قدامها 120. طب هو بيكلمني على اتنين قدام بعض، بيقول لي الساين دي ب 3 على 5 وعايز ساين دي. تقول لي استنى استنى، طب ما تيجي نكتب بدل ساين سي دي، بص 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 هكتبها ايه؟ ساين، ما هي السي هي هي 180 ماينس الاي، مش انا لو عايز اجيب السي كنت اعمل ايه؟ 180 ماينس الزاويه دي. اه فبدل ما هو عايز ساين السي انا هكتب ساين 180 ماينس الاي. ايه ده يا ابن الذين يا مستر؟ ايه المصحه دي؟ اه عيب عليك يا ولا، عيب عليك. تقول لي طب هنعمل ايه دلوقتي؟ 180 جود ولا باد؟ جود يا مستر، تخلي الساين تفضل ساين، بس استنى ده خد المفاجاه كمان، دي في انهي كواد؟ دي في السكند، يعني تفضل بوزيتيف 180 ماينس، اه بوزيتيف، يبقى هو عايز ساين الاي، وساين الاي هو مديهوني بكام؟ ب 3 على 5. خلصت المساله. شفت الموضوع طلع سهل ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط بس محتاج شويه تفكير وتشغيل مخ من حضرتك. اللي بعده بيقول لي ان عندي سايكليك كواد، نفس الفكره بالظبط. بص كده معايا، بص معايا يا مهندس، ادي سايكليك كواد اهو، انا عارف خلاص بس لازم اسميه صح، اكس واي زد ال. الرسم مش مهم قوي ولكن بيفهمك ايه علاقه الزد والاكس ببعض. انا عارف ان لو عايز اجيب الزد هعمل 180 ماينس الاكس، انا عارف ده، عارف ده ومتاكد منه. تقول لي طيب ماشي، هو عايز ايه يا مستر؟ الراجل عايز ايه؟ مديني كوساين الاكس وعايز ده. مبدئيا كده ال 270 جود ولا باد؟ قبل بس اي حاجه، باد. هتحول لي الساين لكوساين، يلا كوساين زد بقى، نكتبها زد زي ما هي ماشي. واستنى معايا كده، واحد يقول لي 270 ماينس، يعني معنى كده انا في انهي كواد يا حبايبي؟ تقول لي 270 ماينس ده احنا في الثيرد، يعني نيجاتيف، يعني الراجل عايز ده. بس ده انا احسبه منين ده؟ ايوه ما هي الزد عباره عن ايه؟ يعني نيجاتيف كوساين، تعالى نكتبها 180 ماينس اكس. اه تقول لي النيجاتيف تفضل والكوساين اهي 180 جود، فسبت الكوساين. واستنى 180 ماينس ده انا في انهي كواد؟ في السكند، والكوساين في السكند نيجاتيف، فترجع تغير دي تاني. تقول لي اه يعني الراجل من الاخر طلع عايز ايه بعد كل الهري ده؟ عايز كوساين الاكس، وكوساين الاكس بهاف.
شفت بقى الموضوع لفة حلوة ازاي؟ يعني الموضوع سهل وبسيط. كان ممكن واحد من البداية خالص يقول لي ممكن اجي هنا واقوم قايل ساين 270 ماينس، وبدل الزد احط مكانها 180. بص 180 وماينس، خلي بالك الماينس على ده كله، فالماينس تخش هنا تقلب دي بلس زد، انت فاهم كده؟ يعني واحد يقول لي هعمل دي ماينس 180 بلس زد بلس اكس بقى. اه تمام كده، كده صح. 270 ماينس ده ب 90، يعني الراجل عايز ساين 90 بلس اكس. اه كده صح. والساين ال 90 بقت تحول الساين لكوساين، وبعدين 90 بلس ده انا في السكند، والساين في السكند بوزيتيف. اه تنفع. شفت كله ايه؟ كله داخل في بعضه ازاي؟ الموضوع حلو. استاذنك امسح ده. خلاص قلنا دي اجابتها اهو. رقم 58 بيقول لحضرتك في رايت انجل ترينجل one of its angle is x degree، وساين الاكس بفور على 5، then كوساين 90 minus x. ماشي، استنى بقى معايا كده. ده بيقول لي في رايت انجل ترينجل one of its angle is x degrees، واحده من الزوايا اسمها x. ماشي، واحده من الزوايا اهي، ودي 90 degrees، واحده اسمها x. تمام، وبيقول لي ساين الاكس دي بفور على 5. اه ممكن واحد على فكره يقول لي ادي الترينجل اهو فور على 5. طب وعايز ايه؟ عايز كوساين الزاويه الثانيه. يعني بص اللي هو 90 ماينس اكس، انا ليه قلت الزاويه الثانيه؟ ما هو 90 ماينس الاكس اللي هي الزاويه الثانيه، عايز الكوساين بتاعها. طب ما واحد يقول لي ما هي نفس الفور على 5، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد على طول كده بالمخ يقول لي ما هو عايز دي الثانيه على طول. شفت الحدوته والقصه ازاي؟ اظن سهله قوي يا شباب. اول واحد يقول لي 90 ماينس ال 90 بات تحول الكوساين لساين، وادي الاكس، وفي الفيرست كوات تفضل بوزيتيف، يعني الراجل عايز ساين الاكس بفور على 5. صح، انت صح. ماشي، رقم 59 بيقول لي اي بي سي از ان اوبتيوس انجل ذا ترانجل ات اي، ساين الاي بفور على 5. الراجل عايز ساين 2 اي وبي وسي. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى يا مستر؟ ده نيلة سودة ولا نيلة سودة ولا حاجة. شغل مخك، ادي لنفسك كده وقت دقيقة بس فكر في دي، ولو جبتها تبقى ممتاز ممتاز. طيب شكلك واقف كده، هديك هنت صغيرة. بص كده، هنت بس هنت. ايه رأيك شايف التو ايه دي؟ انا هسيب البي والسي زي ما هم اهم. ايه رأيك التو ايه دي هكتبها لك ايه وايه؟ فكر كده، حصل حاجة؟ مفيش خالص، مفيش كلام في الصحراء خالص. طب ماشي هديك انت كمان. ايه دول؟ ايه زائد بي زائد سي؟ ايه ده؟ الزاويه ايه والزاويه بي والزاويه سي دول بكام؟ دول ب 180. ايه ده؟ يعني الراجل عايز ساين ال 180 اللي هم الثلاثه دول بلس واحده ايه؟ ايوه هو ده اللي الراجل عايزه. تقول لي ايه ده؟ طب ما كده سهل، ال 180 جود، الساين تفضل ساين 180 بلس، ده انا في الساك، ده انا في الثيرد نيجاتيف، يعني الراجل عايز نيجاتيف ساين ايه، وهو مديني ساين الايه، هو عايز النيجاتيف بتاع نيجاتيف 4 على 5. شفت يا باشا الموضوع سهل مش صعب، بس محتاج شويه تشغيل مخ من حضرتك. تقول لي يا مستر الحاجات دي عمرها ما تخطر في بالي. عادي جدا وطبيعي جدا انها ما تخطرش في بالك. ما طبعا ما تخطرش في بالك، امال ايه يا مستر؟ اديك عرفتها يا اخوي. العيب بقى لما تجي لك تاني وحضرتك كده تقف وتتنح وتفتح لي بقك كده مترين ومش عارف تعمل ايه. ماشي، طيب نيجي الرقم 60، question 60 بيقول لي اي بي سي از رايت انجل ترينجل ات بي، نفس الفكره كوساين الايه اهو، عايز الفاليو بتاع ده. ايه ده؟ واحد يقول لي ساين، استنى بقى معايا كده، انا هاخد واحده ايه واحده بي واحده سي، يتبقى لي سي واحده، والاي والبي والسي احنا لسه قايلين على بعض ب 180، يعني ده اللي الراجل عايزه. تقول لي تمام، طب وال 180 جود ولا باد؟ تقول لي يا مستر ال 180 استنى معايا دي جود، الساين تفضل ساين سي زي ما هي، وحط نيجاتيف، يعني الراجل عايز ده. تقول لي ايه علاقه ده بقى بساين اللي ده؟ مديني الايه بقى؟ ده انت كده بتهرج بقى يا مستر. يا عم ولا بهرج ولا حاجه يا عم، اسكت بقى يا عم. يا عم الموضوع سهل بقى، اربط دي بالمساله اللي قبلها. ادي رايت انجل ترينجل ات بي، وادي الايه وادي السي، ايه علاقه الايه والسي ببعض يا ابني؟ ايه علاقه الايه والسي ببعض؟ كوساين الايه هي ساين السي، كوساين دي شايف كوساين الايه اللي هو مديهاني دي هي ساين السي، يعني ساين السي دي هي بهاف، بس عايز يحط لها نيجاتيف، خلاص نيجاتيف هاف. شفت يا ابني؟ شغل مخك، شغل مخ، ابوس ايدك شغل مخك. ماشي، اللي بعده اكس واي زد از ان اكيوت انجل ترينجل، المره دي اكيوت انجل ترينجل، بيقول لي تان الزد بروت 3، بيقول لي ساين اكس بلس واي بلس زد. خلاص فهمنا، ساين هسيب واحده زد ويتبقى لي اكس واي وزد دول ب 180،
ادي يا مستر. وبعدين ال 180 دي جود ولا باد يا مستر؟ واحد يقوم قايل لي كده دي جود، الساين تفضل ساين زد و180 بلس يعني في الثيرد، يعني الراجل عايز ده، عايز نيجاتيف ساين الزد. بس المره دي الراجل مش مديني اي معلومات. تقول لي لا، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبتدي نرجع لحته الاوردر بير بتاع الدرس الثالث. فاكر التان ده كنا بنجيبه ازاي؟ تقول لي اه. او ممكن واحد على فكره يقول لي ايه، يقول لي يا مستر مثلا انا هعمل شيفت تان اجيب الزاويه، شيفت تان كده هتطلع الزاويه مع حضرتك ب 60. بجد؟ اه الزاويه 60. طب هعمل ساين ال 60 واحط لها نيجاتيف، ساين ال 60 بروت 3 على 2 احط لها نيجاتيف تبقى نيجاتيف روت 3 على 2. طب ايه الحل التاني؟ الحل التاني ان التان اهو روت 3 على 1 اهو ساين على، بس هل دي بتقطع اليونت سيركل؟ لا. ازاي اخليها بتقطع اليونت سيركل؟ اعمل روت ده سكويرد زائد ده سكويرد، هيطلع الاجابه مع حضرتك 2، تقسم ده على 2 وتقسم ده على 2، خلاص ده الساين وده الكوساين، الموضوع اتحل يا باشا. ماشي. شوف كل الترجنومتري كلها ليها علاقه ببعض. ماشي يا مهندس، استاذنك نمسح ده ونحل كويستشن 62. 62 بيقول لحضرتك if ABC is an acute angle triangle cosine الـ A plus cosine B plus C. طيب نعمل ايه ولا نتصرف ازاي؟ خلي بالك من حاجه، انا عندي اكيوت انجل ترينجل بس عشان لا رايت ولا حاجه. اسالك سؤال، هو مش انجل A زائد B زائد C الكلام ده بكام؟ ب 180. يعني البي والسي على بعض اللي هم دول نقدر نكتب مكانهم ايه؟ نقدر نكتب مكانهم 180 ماينس ايه بس كده. اه فانا هكتب كوساين ايه بلس كوساين، بدل البي والسي دول هكتب 180 ماينس ايه. حصل حاجه ولا حاجه؟ طيب ال 180 جود ولا باد؟ جود يا مستر، كوساين تفضل اهي. بس استنى، 180 ماينس ده انا في السكند حط نيجاتيف، وادي كوساين ايه. ايه ده كوساين ايه ماينس كوساين ايه؟ زيرو. يلا شكرا. ماشي، اتمنى ان دي تكون واضحه. مسألة كمان، أظن المسائل دي إحنا كنا حليناها، أظن كنا حلينا الحاجات دي يمكن في البارت التاني، أظن هنشوف كده، أظن هتلاقيها محلولة يعني. بس تعال نبص كده ونشوف. هنا بيقول لي دي بيلونجز للبي سي، بيقول لي إن الأي دي قد الدي سي، الاتنين دول قد بعض، وساين الثيتا، شايف ساين الزاوية دي ب 4 على 5، أوكي. خلي بالك دي ريشيو، هو الساين أوبوزيت على الهايبوتنس 4 على 5، يبقى ده بالبايثاغوراس كده 3، بس خلي بالك أنا عامل ريشيو. تقول لي طب ما استنى، مش ده دي كلها ريشيوز، مش ده قد ده؟ اه يبقى لو ده 5 ده كمان 5. ماشي اوكي. طب هو عايز ايه؟ انا مش فاهم يعني، انت بعد كل الهري ده ايه المطلوب؟ هو عايز كوتان 270 ماينس ثيتا اوفر 2. طب ما تيجي نبسطها شويه بدل المنظر الغريب ده. 270 دي باد، هتحول الكوتان لتان، وادي الثيتا على 2. 270 ماينس يا ولاد انا في انهي كواد؟ تقول لي في الثيرد، وفي الثيرد الكوتان والتان بوزيتيف، يعني هو عايز تان ثيتا على الاثنين، تان ثيتا اوفر 2. تقول لي ماشي، هو عايز تان الثيتا اوفر 2. طيب ماشي، نبتدي نبص بقى، تعال نحل كده واحده واحده. وتركت المساله دي في حاجه صغنطوطه يعني، بص مش قادر اقول لك قد ايه. بص يا باشمهندس، فاكر انت كنت اخدت زمان كده، كنت اخدت زمان حاجه جميله قوي بتقول لحضرتك ان لو عندك مثلث في اكستيريور انجل، والاكستيريور انجل دي مثلا خلينا مثلا نقول بكام، مثلا ب 100، وجيت قلت لك ان الزاويه دي مثلا 50، تقدر تجيب لي الزاويه دي؟ تقول لي اقدر اجيبها لك في ثانيه. تقول لي الاول هعمل 180 ماينس دي اجيب دي، وبعدين اعمل 180 ماينس كل دول اجيب الثالثه دي. في واحد تاني قام قال له لا 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 لا، انا في طريقه اسرع، وده صح. طب ايه الحل الاسرع؟ ان الاكستيريور انجل اللي بره دي، شايف الاكستيريور انجل دي بتبقى قد مجموع الاثنين دول على بعض. بجد؟ اه. يعني لو دي 100، لو دي 50 غصب عنها لازم دي تبقى 50. تقول لي انت متاكد؟ ده لازم ده يطلع. تقول لي ازاي؟ اهو 50 و50 تبقى دي 80. بص كده 180 ماينس 100 ب 80 على طول، ده لازم يحصل. خلي بالك الاكستيريور انجل على طول، كان زمان يقول لحضرتك الاكستيريور انجل ايكوال السمشن بتاع 2 نون ادجيسنت انجل، يعني بمعنى لو دي اسمها ثيتا، الاثنين دول على بعض مجموعهم لازم يديني ثيتا. بس استنى، الزاويتين دول قد بعض. تقول لي عرفت منين؟ ما هو ده ايسوسيلس ترينجل اهو، ده 5 وده 5. اه يعني انت قصدك ان دي اسمها ثيتا على 2 نص الثيتا، ودي اسمها ثيتا على 2، ما هم قد بعض ومجموعهم نص ثيتا ونص ثيتا، يعملوا الثيتا كلها مجموعهم الثيتا. اه طب هو عايز ايه؟ عايز تان نص الثيتا وعايز تان الثيتا على 2. التان اوبوزيت على الادجيسنت، بص اوبوزيت 4، الادجيسنت كله كام؟ 8، يعني 4 على 8 اللي هي هاف. شكرا. طبعا سخيفه شويه، سخيفه شويه.
ماشي، اتمنى ان يكون الكلام ده واضح لك. استاذنك امسح كده ونخش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ان الاي ب2 و2 روت 3، والبي بنيجاتيف 2 و2 روت 3. عايز كوتان 180 ماينس الانجل اللي اسمها اي او بي. طيب تعالى نمسكها واحده واحده كده، الموضوع سهل وبسيط يا شباب، الموضوع ما فيهوش اي حاجه. اولا ال 180 ماينس دي عشان ما نقعدش نوجع دماغنا، 180 جود هتخلي الكوتان كوتان زي ما هي، الانجل اللي اسمها اي او بي، بس استنى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ 180 ماينس يعني انا في السكند تبقى نيجاتيف. الراجل عايز نيجاتيف دي، عايز كوتان الزاويه دي. طيب نمسكها واحده واحده. تقول لي يا مستر نتصرف فيها ازاي؟ اعمل ايه يا مستر عشان اجيب كوتان الزاويه دي؟ هقول لحضرتك حاجه، هو اكيد مش مديك الكلام ده جدعانه كده منه. بص يا باشا، انت هتعمل ايه عشان توصل لدي؟ همشي 2 واطلع 2 روت 3 عشان اوصل للنقطه ايه، صح ولا لا؟ همشي 2 واطلع 2 روت 3. نفس الكلام عشان توصل للنقطه بي، هتمشي نفس ال 2 قدها بالظبط وهتطلع 2 روت 3، بس 2 بالنيجاتيف اهو. تمشي نفس ال 2 وتطلع 2 روت 3. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اقفل ده. الطول ده طوله كام؟ ما هو زي ما هو ريكتانجل، طوله 4. اه تقول لي طوله 4 والحته دي برضو 2 والحته دي برضو 2، تمام. طيب وبعدين تقول لي يا مستر ازاي اجيب كوتان الزاويه دي كلها؟ خلي بالك الطول اللي هنا ده برضو 2 روت 3. اه تقول لي ده الطول ده برضو إيه كام يا مستر؟ 2 روت 3. طب هو عايز ايه مني؟ خلي بالك بقى انا عايز ايه؟ انا عايز كوتان الزاويه دي. تقول لي انا عايز كوتان الزاويه دي كلها، اتصرف ازاي يا مستر؟ ولا اعمل ايه؟ ولا ايه اللي ممكن نعمله؟ تعال نحاول نربط الزاويه دي بالزوايا الثانيه. بص افهم بقى معايا كده، تعال نحاول نربط ايه علاقه الزاويه دي باي زاويه ثانيه عندي، تعال كده نشوف ممكن نربطها باي زاويه ثانيه ازاي. بص يا باشا، الموضوع سهل قوي. اقول لك على حاجه جميله قوي، ما تيجي نجيب زاويه، سيبك من الزاويه دي خالص، ما تيجي نجيب زاويه من الزوايا اللي احنا عارفينها. تقول لي ازاي؟ اقول لك تعال نجيب الزاويه دي. تقول لي ازاي هتحسبها الزاويه دي؟ يا عم انا عادي يا عم احسبها. بص بص، اوبوزيت على الادجيسنت، معايا اوبوزيت ومعايا ادجيسنت، مش ده رايت انجل ترانجل ولا مش رايت انجل ترانجل؟ رايت انجل ترانجل يا مستر، ومعايا الاوبوزيت والادجيسنت. احسب التان بتاعها، تان الزاويه دي اوبوزيت على الادجيسنت، واعمل شيفت تان، يعني تان الزاويه دي وليكن اسمها ثيتا، هي اي حاجه، الزاويه دي 2 روت 3 على 2 اهو. شيل ال 2 مع 2، تان انهي زاويه لبروت 3؟ ب 60 يا مستر، ولو دي 60 تبقى دي كام؟ 30. ايه ده؟ نفس الكلام، الزاويه دي بكام؟ تاني الزاويه دي اوبوزيت على الادجيسنت، ايه ده؟ ده دي كمان 60 يبقى دي كمان 30. ايه ده؟ ده الزاويه دي يا مستر كلها 30 و30 يعني 60. طب والراجل عايز ايه؟ عايز نيجاتيف كوتان ال 60. بس كده؟ اه بس كده، هو الراجل عايز نيجاتيف كوتان ال 60. اكتب كوتان ال 60 على الكالكوليتور، هتطلع 1 على روت 3، واحط لها نيجاتيف. هتطلع، هي مش هتطلع، هي هتطلع روت 3 على 3. فاهم؟ يعني هو هو نفس الرقم، اكتب كده نيجاتيف او اعمل انت كده نيجاتيف 1 على تان، ماشي انت عايز كوتان ال 60، 1 على تان ال 60، اكتب ده كده، هو المفروض هيطلع نيجاتيف روت 3 على 3 اللي هو ده، اللي هو هو نفس ده. ماشي يا حبايبي؟ اه طبعا فيها فكر، انا مش هاجي هنا واقعد اقول لك ان المسائل دي سهله ومش عارف ايه، لا هي اكيد فيها فكر، اكيد يعني ماشي؟ ولكن احنا بنتعلم، زي ما بقول لك انت بتتعلم الكلام ده. رقم 65 مدي لحضرتك حاجه زي كده وقال لي ان ده 5 ده 12 وده 10، مبدئيا اقدر اجيب التالت، هعمل سكوير روت ده باور 2 زائد ده باور 2، تعالى نحسبه كده نشوفه هيطلع بكام. نعمل كده سكوير روت اهو، سكوير روت، ونعمل 10 باور 2 زائد 12 باور 2 وندوس ايكوال، يطلع 2 روت 61. شكله رقم منيل ملوش اي 30 لازم. ماشي، وبعدين الراجل عايز كوتان الزاويه دي. تقول لي بص هو عايز كوتان دي صح؟ ماشي انا هحسب دي. تقول لي ازاي يا عم انت؟ يا عم انا حر، انا هحسب كوتان الزاويه دي، حد له عندي حاجه؟ طب هي الزاويه دي اسمها ايه؟ اسمها 180 ماينس ثيتا. يا عم ازاي بس؟ يا عم انا عارف يا عم، ما هو الزاويه دي اسمها 180 ماينس ثيتا، الكوتان بتاعها بايه؟ ما هي دي اسمها، مش دي اسمها 180 ماينس ثيتا؟ اه الكوتان بتاعها بايه؟ مش التان اوبوزيت على الادجيسنت، يبقى الكوتان ادجيسنت على الاوبوزيت، 10 على 12 اللي هي 5 على 6. كوتان ال 180 ماينس ثيتا ب 5 على 6. طب هو 180 دي جود ولا باد؟ جود يا مستر، الكوتان تفضل كوتان، و180 ماينس حط نيجاتيف ب 5 على 6. ايه ده؟ كوتان الثيتا طلعت، شوف سبحان الله، انا جيت احسب كوتان ال 180 ماينس ثيتا اللي جنبها طلعت لي لما بسطتها كوتان الثيتا. اه يبقى كوتان الثيتا بنيجاتيف 5 على 6. فين يا مستر الرقم دي؟
يبقى شفت رغم انه طالب دي طالب كوتان دي انا حسبت كوتان اللي جنبها ليه؟ عشان اللي جنبها انا اعرف احسبها، وحته 180 ماينس وبتاع بتتبسط بتتبسط عادي. ماشي يا حبيبي، اللي بعده الفكره دي هتلاقيها كتير قوي في كل المسائل اللي جايه كده. بص هنا مثلا بيقول لك ايه، بيقول لي ان ده سكوير، وخلي بالك من كلمه سكوير، بيقول لي ان السي اي قد ده مرتين، يعني لو ده طوله 2 ده طوله 1، يبقى كله طوله كام؟ ما هو سكوير 3، يبقى ده كمان طوله 3. ايه ده؟ طب ما انا كده معايا الزوايا، انا معايا الزاويه دي اوبوزيت على الادجيسنت، اقدر اجيب كل الزوايا اللي انا عايزها. هو عايز ايه؟ عايز تاني الزاويه. طيب قدامك كذا طريقه، واحد يقول لي انا مش هحسب الزاويه دي، انا هحسب الزاويه دي. ليه يا مصر؟ يا عم انا حر. الزاويه دي اسمها ايه؟ اسمها 180 ماينس ثيتا اهو. طب هي التان بتاعها عباره عن ايه؟ اوبوزيت على الادجيسنت 3 على 2. طب تعالى ارجع معايا بقى، 180 جود، التان تفضل تان، و180 ماينس يعني في السكند، ودي نيجاتيف، يعني نيجاتيف تاني ثيتا ب 3 على 2. هو عايز تاني ثيتا، ودي النيجاتيف هناك، نيجاتيف 3 على 2. شفت بقول لك الفكره دي هتتكرر معانا كتير ازاي؟ طيب رقم 67 اظن كان الكلام ده محلول في في في, في بارت 2. طيب نيجي ل 67، بيقول لي اي بي سي از ذا رايت انجل ترينجل ات بي، تان الانجل دي ب 3 على 4، حط كده اوبوزيت على الادجيسنت، يبقى بالبايثاغورس اهو اوبوزيت تان ثيتا اوبوزيت على الادجيسنت، يعني ده 5. خلي بالك دي ريشيوز، دي مش اطوال حقيقيه. الراجل عايز ايه؟ عايز كوساين الالف. انا مش هحسب كوساين الالف، انا هحسب اللي جنبها. يا عم ليه؟ يا عم انا حر، انا حر يا عم، مالكش حاجه عندي، انا هحسب دي، هحسب كوساين ال 180 ماينس الفا. ليه؟ عشان اعرف احسبه. كوساين ال 180 ماينس الفا ادجيسنت على الهايبوتس 3 على 5. اه طب هو 180 ده جود ولا باد؟ جود يا مستر، الكوساين يفضل كوساين صح؟ 180 ماينس، و180 ماينس استنى كده، ده انا في السكند حط نيجاتيف، يعني نيجاتيف كوساين الالفا ب 3 على 5، يبقى كوساين الالفا بكام؟ بنيجاتيف 3 على 5. شفت الموضوع ابتدى يمشي ازاي؟ طبعا افكار انا بقول لك فيها شغل، فيها شغل مش ما فيهاش. ماشي؟ مسألة نمبر 68 بيقول لي ان ده ريكتانجل، وبيقول لي تان الثيتا بثيرد. فين الثيتا دي؟ معلش نبص بس ونشوف كده، الثيتا اهي التان بتاعها اوبوزيت 1 على 3. ماشي. وبعدين بيقول لي ان البي اف بيربنديكولار تو اي اي، ماشي. وبعدين عايز كوتان الزاويه دي. تقول لي طيب هنتصرف ازاي، ولا ممكن نعمل ايه في حاجه زي كده يا مستر؟ تعالى بقى نفهم كده مع بعض ونشوف كده ممكن نتصرف ازاي في حاجه زي كده، ايه اللي ممكن اقدر اعمله في حاجه زي كده. بص معايا يا باشا، الفكره هنا بس يعني يمكن سخيفه سنه، سخيفه في 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 حاجه كده، بس ايه تعالى نفهمها مع بعض. بص كده معايا يا باشمهندس، الموضوع سهل برضه وبسيط، يعني في يمكن فكره بس صغنطوطه شويه. بص يا باشا، شايف التركه كلها في الزاويه دي، بص كده اللي هي دي اللي باللون البينك ده، ده ايه دي هني باللون البينك ده؟ طيب مالها بقى الزاويه دي؟ شايف الثيتا والزاويه البينك دي مجموعهم كام؟ الثيتا والزاويه البينك اللي هي النقطه البينك دي مجموعهم انا شايفهم هم 90. حلو قوي. طب اسالك سؤال، الزاويه البينك دي واللي جنبها اللي هنا دي مجموعهم كام؟ دول بيعملوا الرايت انجل كلها برضو مجموعهم 90. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبقى الزاويه دي كمان بثيتا. تقول لي يعني انت قصدك ان الاثنين دول مجموعهم 90 والاثنين دول مجموعهم 90، يبقى لو دي ثيتا دي كمان ثيتا. بالظبط كده. طب هو تاني الثيتا بكام؟ مش باوبوزيت على الادجيسنت 1 على 3؟ خلي بالك انا حاطط ريشيو 1 اكس و 3 اكس، الريشيو ما بين ده وده كده. تمام، يبقى انا من المثلث ده عرفت الكوردنس او الريشيوز بتاعت المثلث ده. طب هو عايز ايه؟ عايز كوتان الزاويه دي. انا مش هحسب كوتان الزاويه دي، انا هحسب كوتان الزاويه دي، هحسب كوتان ال 180 ماينس الالفا. طيب هو كوت، هو تاني الزاويه اوبوزيت على الادجيسنت، يبقى الكوتان ادجيسنت على الاوبوزيت يعني ب 1 على 3. طب 180 ماينس ال 180 دي جود، تخلي لي كوتان تفضل كوتان، بس حط نيجاتيف عشان 180 ماينس الكلام ده ب 1 على 3، يبقى هعكسها تبقى نيجاتيف 1 على 3. طبعا سخيفه، انا مش هقعد اضحك عليك واقول لك لا، يعني هي برضه فيها شغل. ماشي، اللي بعدها قريبه منها جدا. بص هنا كده بيقول لي ايه، مديني برضه زاويتين اتنين، ومديني كوساين الثيتا ب 3 على 4. كوساين الزاويه دي معايا، خلي بالك الزاويه دي هي دي. تقول لي انت عملت كده ليه؟ عادي. وخلي بالك الكوساين ادجيسنت على الهايبوتنس، يعني 3 و4 اهو ادجيسنت على الهايبوتنس. ده انت خد عندك بقى
اللي هنشوفه دلوقتي بقى، في مفاجأة دلوقتي كده هتحصل. تقول لي يا مستر المفاجأة اللي هتحصل دلوقتي، افهم بقى معايا. بص 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 الجمال بقى، بص الجمال والحلاوة والشقاوة. شايف الزاوية دي؟ ايه علاقة الزاوية دي بزاوية الثيتا البينك دي؟ مجموعهم كام؟ مجموعهم 90. طب ايه علاقة الثيتا بالزاوية اللي هنا دي اللي انا معلم عليها اللي عند الاي دي؟ ايه ده؟ برضو مجموعهم 90، يبقى دي كمان اسمها ثيتا. يا نهار اسود يا نهار اسود. يعني انت قصدك ان دي كمان الكوساين بتاعها. انا كان ممكن بدل ما احط ان الكوساين 3 على 4، ما هي ريشيوز ادجيسنت على بوت 3 على 4. يا نهار اسود. طب هو عايز ايه؟ عايز كوساين الالفا دي. انا مش هحسب كوساين الالفا، انا هحسب كوساين 180 ماينس الالفا. انت خلاص بقى فهمت الحدوت؟ وكوساين 180 ماينس الالفا يعني كوساين الزاويه دي ب 3 على 4. حط 180 طبعا تخلي الكوساين تفضل كوساين 180 ماينس يعني بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 3 على 4 اللي هي رقم كام؟ رقم سي. شفت يعني ايه؟ الفكره دي متكرره كتير قوي. بص خمس ست سبع ثمان مسائل ورا بعض كده، كلهم نفس الرصه ونفس الطريقه. وخلي بالك المسائل دي انا مش بقول لك ان هي سهله ولا حاجه، لا، هي مسائل فيها شغل. انا حتى نفسي ساعات كتير بنسى ايه ده، هي كانت فكرتها ايه؟ ايه ده هي؟ رغم اني فاهم الموضوع حليته قبل كده 100 مره، بس طبيعي جدا الفكره لو ما خطرتش في دماغك صعب قوي انك تحلها. ده طبيعي، انا مش عايزك تزعل نفسك ولا تفتكر ان فيك حاجه يعني، لا انت زي الفل يعني. ماشي، اللي بعده حبايبي الراجل عايز ايه؟ عايز كوساين الزاويه دي. ماشي، انا مش هحسب كوساين الزاويه دي يا مستر. تقول لي امال هتعمل ايه يا مستر؟ انا هحسب كوساين الزاويه دي. ليه؟ ما هو كوساين الزاويه دي بص بص بص، لو ده 3 4 ده 5، كوساين الزاويه دي ب 3 على 5. طب هي الزاويه دي اسمها ايه؟ ايه علاقتها بالثيتا؟ خلي بالك كل دي ب 360، شيل منهم 90 و90 يعني 180، يعني الزاويتين دول على بعض ب 180. يعني الزاويه دي اسمها 180 ماينس ثيتا. الزاويه دي 180 ماينس ثيتا ب 3 على 5، بس كده خلاص. ال 180 جود، تبقى دي كوساين الثيتا ونيجاتيف، وادي ال 3 على 5، حط النيجاتيف هناك تبقى نيجاتيف 3 على 5. ماشي يا اساتذه، مسال فاضل لنا اظن ثلاث مسائل ولا حاجه. المساله اللي بعدها بيقول لي اي بي سي از ان ايسوسيليس ترانجل، ومديني سايد ب 3 وسايد ب 4، اوتوماتيك كده ده طوله 5، ومديني زاويه هنا اسمها ثيتا، والراجل طلباته طالب كوساين الثيتا. طيب الراجل طالب ايه يا باشا؟ طالب كوساين الثيتا. خلينا بقى نفهم كده مع بعض. اولا الزاويه دي 90 والزاويه دي 90، حلو قوي ماشي. وبعدين طالما الزاوية دي 90 والزاوية دي 90، يعني الزاوية دي والزاوية دي مجموعهم 180، يعني دي كده اسمها 180 ماينس ثيتا، الزاوية سي. معايا كده لحد دلوقتي؟ ماشي. وبعدين يا مستر أنا عرفت الزاوية سي، بس أنا دي ما تهمنيش قوي. أنا اللي يهمني في الموضوع ويهمني في الحدوتة أكتر حاجة من جنب بالمثلث ده، إزاي أربطها بالمثلث ده عشان أقدر عن طريق المثلث دوت أجيب منه ساين، أجيب منه كوساين، أجيب حاجة زي كده. تعال نشوف كده. الفكرة بقى في إيه؟ في الحتة اللي إحنا ما خدناش. بص ولا أنا متأكد إن ما خدتش بالك منها خالص. شايف 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 أهي أهي، إيه ده؟ ده اللي يا مستر الاي بي والاي سي قد بعض، يعني لو الزاويه دي اسمها 180 ماينس ثيتا، الزاويه بي قدها برضه اسمها 180 ماينس ثيتا. تقول لي هو عايز كوساين الزاويه دي، هو عايز كوساين، خلاص بقى ال 180 ماينس ثيتا. احنا اتفقنا الزاويه دي اسمها 180 ماينس ثيتا، ما هي هي السي زي بعض. تمام، تقول لي وكوساين الزاويه دي بقى ادجيسنت على الهايبوتنس 3 على 5، واتفقنا ان دي خلاص بتطلع نيجاتيف كوساين ثيتا، يعني كوساين الثيتا بنيجاتيف 3 على 5. شفت الموضوع يعني ايه؟ برضو انا مش هقعد اقول لك سهل، لا سخيف، ولكن هو نفس الفكره. انت واخد بالك؟ انت عارف انت يمكن اللي مضايقك ايه؟ ان نفس الفكره عماله تتعاد قدامك باشكال مختلفه وانت ستيل مش عارف تحلها. ما هو ده اللي يضايق، هو ده اللي يرخم على الطالب. وانا عايز اقول لك من دلوقتي ان ده العيب مش فيك، العيب مش فيك، انت زي الفل. هي الافكار السخيفه، وطبيعي جدا ان ده يحصل، طبيعي جدا ان ده يحصل. ماشي يا حبايبي، اخر سؤالين هحلهم مع حضراتكم. الراجل بيقول لي ان 3 بي اي ايكوال 4 سي اي، بعدين عايز تاني الزاويه اللي اسمها اي دي سي. طيب عايز تاني الزاويه دي كلها اهو، الراجل عايز تاني الزاويه دي. وخلي بالك اداني معلومه، تعال نعمل كده بي اي على سي اي، بي اي على سي اي ايكوال 4 على 3، يعني البي اي 4 والسي اي نقدر نحط مكانه 3، بالبايثاغورس نقدر نحط مكان ده 5.
ماشي. بص معايا كده، الزاوية دي بكام؟ 90، والزاوية دي كام؟ 90. يبقوا الاتنين دول مجموعهم 108، يعني دي كده لو الزاوية دي اسمها ألفا وهو عايز تان الألفا، ماشي، الزاوية دي اسمها 180 ماينس الألفا، صح ولا لأ؟ الزاوية دي اسمها ايه؟ 180. الزاوية دي كده اسمها 180 ماينس الألفا، حلو قوي. طب الزاوية دي اسمها ايه اللي جنبها؟ تقول لي استنى بقى، دي اسمها مستر، الزاوية دي اسمها 90 ماينس الهبل اللي هيطلع لي من هنا. بالظبط كده يا ابني، يعني الزاوية دي اسمها 90 ماينس ال 180 ماينس الالفا. تقول لي تمام، هو عايز ياخد لها ايه؟ عايز ياخد لها تاني. طب معلش، يعني هو تاني الزاوية دي بايه، اللي هي الهبل اللي اسمها 90 ماينس الهبل ده، والهبل ده اسمه 180 ماينس الفا. انت معايا كده؟ تقول لي يا مستر دي عكت قوي. يا عم ولا عكت ولا حاجة، تاني الزاوية دي اوبوزيت على الادجيسنت بالسريع على فور اهو. تعالى بقى نعك ده، بقى نعك في ده، تان 90 ماينس ال 90 هتخش هنا وهنا، تقلب دي بلس الفا، و90 ماينس ده بنيجاتيف 90. واحد يقول لي ايه ده يا مستر، ايه نيجاتيف 90 ده يا مستر؟ يا عم انت فارق معاك ايه، زود 360، يعني كانها تان نيجاتيف 90 بلس 360 تبقى 270 بلس الفا. الكلام ده بال3 على 4، ال 270 جود ولا باد؟ تقول لي باد يا مستر. باد بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي هتقلب ده كوتان، كوتان الالفا، كوتان الالفا. طبعا هحط نيجاتيف ليه؟ عشان 270 بلس ده انا في الفورث نيجاتيف، الكلام ده ب 3 على 4. الكوتان يبقى كوتان الالفا ب 3 على 4، كوتان الزاويه اللي انا عايزها ب 3 على بنيجاتيف 3، اسف، على 4، في نيجاتيف. يبقى التان بكام؟ شقلب نيجاتيف 4 على 3، بس كده. ماشي، دي كانت المسألة رقم كام؟ رقم 72. أستأذنك أمسح ده وأخش على 73 مديني زاويتين قد بعض، وخلي بالك المثلثين دول سيميلر. أنهي مثلثين؟ درس السيميلاريتي، المثلث ده سيميلر مع الكبير كله. تقول لي ليه يا مستر؟ في زاوية قد زاوية أهي، وفي كومن أنجل فوق، خلاص الاتنين دول سيميلر. طيب طلباته الراجل عايز إيه؟ بيقول لي كوساين السي، كوساين الزاوية دي، زائد كوساين الزاوية اللي اسمها بي دي اي، كوساين الزاوية دي زائد كوساين الزاوية دي بكام؟ طيب تعالى نفهم كده مع بعض، خلي بالك، يعني خلي بالك بس من حاجة صغيرة. هي الزاوية دي، الزاوية دي ودي ايه علاقتهم ببعض؟ قد بعض بالظبط. تقول لي ده بجد؟ بالظبط. تقول لي عرفت منين؟ ما هو يا ابني انا لسه قايل المثلثين دول سيميلر. المثلث اللي اسمه اي اي دي، بص، ابتديت كومن انجل نقطة واللي عليها اكس، سيميلر للمثلث كومان انجل نقطه واللي عليها اكس ل اي بي سي. يعني قصدك ان الزاويه اللي هي اللي اسمها اي دي اي، شايف الزاويه اللي اسمها اي دي اي، قد الاي سي بي بالظبط، قد دي، تمام، الزاويتين دول قد بعض. طب هو عايز ياخد كوساين السي دي ويزود عليها كوساين ايه؟ كوساين اللي تحتها. طب ما هي اللي تحتها دي اسمها ايه؟ 180 ماينس السي. ما هم نفس الحاجه، ياد ما هم نفس الزاويه، لما هي دي، ما هي دي سي ودي كمان سي، يبقى دي 180 ماينس سي. تقول لي طب وانت استفدت ايه؟ يعني يا عم ال 180 دي جود، تخلي الكوساين كوساين، بس 180 ماينس في السكند تحط دي نيجاتيف. وكوساين سي ماينس كوساين سي بزيرو. ماشي يا اساتذه، ده كده كان الدرس ده، يعني درس خلاص بقى، بص اتنفخ اربع بص اربع بارتس في درس واحد، ولكن هو درس مهم جدا. عارف ان انت اجهدت في الدرس ده، والدرس ده طلع عينك، وده معلش ده اللي المفروض يحصل. انا زي ما قلت لك قبل كده، ده اهم درس عندي في الترم ده، لازم 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 تطلع متأسس كويس جدا في الدرس ده. ربنا يوفقكم يا شباب، واشوفكم ان شاء الله وباذن ربنا في فيديوهات قادمة. شكرا.